قناة السلام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم قاعدة الحباب. كما عودناكم دائما طلع لكم ضيف جديد وموضوع جديد، وضيفتي لنا اليوم هي ربيعة سحاب اللي راهي حاضرة معنا. مرحبا بك معنا ربيعة. اهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافه، وراني فرحانه بزاف لاني متواجده معكم في قاعده الحباب. شكرا حبيبتي، شكرا لك على قبولك للدعوه. اذا ربيعه سحاب مشاهدينا هي فنانه ممثله سينمائيه ومسرحيه، يعني انت شامله ربيعه. نعم تقريبا شامله، دونك خدمت في مجال السينما، تلفزيون، مسرح و... الله يبارك، يعني هذا هو الفنان، لازم يكون يعني ملم بكافه المجالات. يلا ربيع، ربما حابين مشاهدينا يعني يتعرفوا عليك اكثر، لو تحكي لنا على روحك، شكون هي ربيعه، كيفاش يعني بديتي في المجال؟ والله يا ربيعه سحاب هي ممثله، دونك بديت في المسرح الاذاعي باذاعه سعيده، لاني انا من ولايه سعيده. تحيه لناس سعيده. فوالا، دونك بديت في اذاعه سعيده في المسرح الاذاعي، دونك كنت مع فنانين معروفين من ولايه سعيده. بعدين نميت الموهبه تاعي وكنت درت ورشات وشاركت في لي كاستينغ في المسرح الجهوي لولايه سعيده. وبعدين بديت بشويه بشويه، يعني خدمت في ولايه سعيده في المسرح الجهوي ولاية سعيدة. يعني أول عملية كان جرح لا ينامل مع الجمعية خاصة، بعدين في المسرح الجهوي لولاية سعيدة سقوط حصن وهران مع المخرج الكبير جمال قرمي اللي نحييه تحية خاصة، ومن تماك كانت الانطلاقة. كانت الانطلاقة تاعك. أني رحت للمسرح الوطني الجزائري وقدمت عدة أعمال في المسرح الوطني الجزائري، وكانت الانطلاقة الكبرى. الله يبارك، يعني والناس حبوك في المسرح والفوك دائما أنه طلع عليهم ربيعة. اكيد الحمد لله، يعني عندي جمهور خاص في المسرح، والمسرح يعني هو ابو الفنون. دونك بعدين انتقلت للسينما للتلفزيون، وخدمت كذلك يعني في وهران، كنت خدمت مع يعني فنانين الغرب الجزائري اللي نحييهم تحيه خاصه، خصوصا حرودي اللي خدمت مع حرودي قاقتني، والحمد لله يعني عجبهم كما نقولوا احنا التمثيل تاع الفكاهه الضحك والسكاتش، دونك الحمد لله. الحمد لله، يعني ومثلتي مع حرودي واسم كبير، يعني كامل كبرنا به، قامه من قامات المدينة الجزائر. اكيد تحيه خاصه بالمناسبه. اكيد تحيه ليه. يلا ربيعه، يعني احنا سمعنا انه مؤخرا فزتوا بالجائزه الاولى لمهرجان الرافدين السينمائي الدولي ببغداد العراق، يعني لو تحكي لنا اكثر على هذا المهرجان كيفاش كان؟ والله احنا او الجائزه. يلا. والله احنا كنا كفريق عمل خدمنا فيلم سموه احلى بلا اسقف. هذا الفيلم يسلط الضوء على الاطفال، يعني الاطفال اللي يكونوا في الحروب، يكونوا في المخيمات لاجئين، دونك كيفاش تكون النفسيه نتاعهم، كيفاش يكونوا يحلموا، يعني كيفاش تكون معيشتهم حياتهم. دونك احنا سلطنا الضوء على هاد الاطفال، وشاركنا هذا الفيلم، شاركنا به في فيستيفال انترناسيونال في بغداد، وكنا انتقلنا الى بغداد، والحمد لله يعني ربحنا الجائزه، دينا الجائزه الاولى وهي الجائزه الكبرى، دونك كنا فرحانين بزاف، وكامل الناس فرحونا وباركونا، وكل يعني كل القنوات الجزائريه كانوا حاضرين. اكيد يعني شوفي، شرفتوا الجزائر، فتوا الاعلام يعني خارج الجزائر، وفزتوا يعني بالجائزه الاولى، هذه يعني حاجه كبيره، وسورتو يعني الفيلم اللي قمتوا به هو من الواقع. اكيد يعني يسلط الضوء على كما قلت لك قبيله اطفال يعني مخيمات، يعني حنا النفسيه تاعهم كيفاش تكون كي يكون كاين حرب، ولا الاطفال توجور يكونوا مهملين، دونك حنايا سلطنا الضوء على الاطفال تاع المخيمات اللاجئين. وكيفاش كان اجواء التصوير ربما لما انتقلتوا الى بغداد، كيفاش كانت يعني تما؟ والله الاجواء كانت رائعه جدا، هو فيستيفال انترناسيونال بمشاركه 50 دوله عربيه واجنبيه، دونك الافلام كانت كثيره، كانت قويه، كانت يعني افلام ايرانيه من ايران، مصر، سوريا، من العراق، امريكا، اسبانيا، كانوا بزاف افلام، دونك الحمد لله يعني قدرنا الصداره. الحمد لله يعني قدرنا انه ناخذ جائزه للجزائر. الحمد لله يعني ان شاء الله يعني مازال نزيدون
نحققوا الجوائز. اكيد ان شاء الله، وعلاش لا، يعني الواحد يخدم ويطور من حاله ويدير افلام سينمائيه ويروح بها لبعيد. اكيد ان شاء الله هني معنا. يلا لو نحكيوا ايضا على الاعمال اللي قمتي بها، ايضا كان عندك فيلم قصير ايضا سينمائي اللي كان باسم فيها خير. اكيد للمخرج عبد الكريم اللي نحيي تحيه خاصه، دونك خدمنا فيها خير، وفيها خير رانا نشاركوا به في مهرجانات وطنيه ودوليه. وكذلك فيلم من اجل ابي، دونك من اجل ابي للمخرج جليل كذلك اللي نحيي تحيه خاصه، هو كذلك فيلم سينمائي قصير اللي رانا رايحين ندخلوا به في المنافسه ان شاء الله الدوليه الوطنيه ولما لا. ان شاء الله لما لا، يعني حتى السنوات العناوين تاع الافلام تجذب كما يعني من اجلك ابي. من اجل ابي يعني قصه اجتماعيه فيها نوع من الدراما ايتو، وكذلك فيها خير قصه اجتماعيه نوع من الدراما تما مهم. ربما يعني ما تخليش تفقد الامل، تبقى دائما يعني حنا راه ماذا بينا مادام كي راكي حاضره معنا تمدي لنا شويه هكذا عليها. شوفي فيها خير يعني فيلم فيها خير هي قصه حقيقيه واقعيه، قصه مؤلمه جدا، دونك انا تاثرت بها وجبني سيناريو وخدمناه، ما نقدرش نزيد نحكي لك عليه اكثر. ربما عند الدور تاعك اللي قدمتيه. الدور تاعي ما نقدرش نحكي لك عليه باسكو كان عندي كي شغل دورين في هذا الفيلم. ومن اجل ابي كذلك هي تعتبر قصه حقيقيه من الواقع. اصلا السينما انا نحب السينما اللي تجيب قصص واقعيه ونحطوهم كيما نقولوا حنا في السينما، يعني كيما نقولوا حنا ننقلوهم للسينما، باسكو ما نحبش انا يعني السينما كي تكون خياليه، يعني انا شخصيا ما نحبش يعني سينما خياليه. هذو هما الاعمال اللي فيهم رساله، يعني توجهوا بها رساله، عندكم هدفك وحابين تلحقوا لها. اكيد اكيد، يعني كل الافلام هذه اللي خدمناها، حتى فيلم احلام بلا اسقف للمخرج محمد علال اللي نحييه كذلك تحيه خاصه، كذلك فيه رساله، يعني كل الافلام انا اللي صورتها وقمت بها فيها رساله. اكيد يعني هذه حاجه مليحه، احنا ماذا بينا كل الافلام يكونوا عندهم رساله ربما يعني باش ياخذوها بعين الاعتبار المشاهدين. لو نقول لك يعني عن الادوار اللي قمتي بها، كاين ممثلين يقول لك لما نتقمص الشخصيه ولا نجسد هذاك الدور نبقى عايش فيه، يعني اثر عليك ربما. يلا مادام انت درتي ادوار مهمه قولي لنا كيفاش كانت. صحيح والله، انا شوفي خدمت كاميرا كاشي، ماشي كاميرا كاشي عفوا، تجربه اجتماعيه مع قناه خاصه، وهذه التجربه الاجتماعيه كانت دات نجاح كبير، يعني وكنت نهضر على نسبه المشاهده، يعني الحلقه الاخيره تصدرت قريب 6 ملايين نسبه مشاهده، كل حلقات اللي جوزت فيها 3 ملايين. ما نحبش نحكي على لي في ولا مي، زعما الحمد لله التجربه الاجتماعيه اول مره في حياتي نخدمها، دات يعني نجاح كبير، باسكو في كل حلقه كنا نسلطوا الضوء على قضيه معينه، ولكن سبحان الله يعني الحلقه الاخيره كنا سلطنا الضوء على يعني امراه تقريبا فقيره مشرده، تروح تحوس هي وبنتها باش تشري لها زعما صوالح ومنها، والناس يقزوها، والناس كي شغل تاثرت بهذاك لو رول، وليت حسيت روحي يعني كما نقولوا حنا تاثرت بهذيك الشخصيه لدرجه اني وليت عشتيها، ربما حسيتيها فيك، عشتها باسكو نخرج برا مع صحاباتي نشوف وحده هكاك مشرده، ولا نقول لهم يا زعما كي شغل نحس بلي هذيك انا، كي شغل راح فيا هذاك الاخر، وديك فوا هكاك نقعد نمثل مع صحاباتي نكونوا في كافيتيريا، ولا نقول لهم زعما مانيش عارف كيفاش نفسيه الممثل انه يتاثر بهذاك لو رول ويقعد يعيشه وحتى يولي يطبقه. يعني دي فوا راكي انتيا راكي مع صحاباتك ولا مع العائله، تلقى روحك تجسدي في ذاك لو رول بلا ما زعما يا ما عنديش هكاك، تدخلي تقولي يا ما عنديش هذيك، يا ما نعطوني، يا يقعدوا يضحكوا عليك صحاباتك ولا لا فامي، ولا زعما تلقي روحك تعاودي تجسدي في ذاك الشخصيه بطريقه صح، يعني تبقاي عايشه الدور، خصوصا كذلك الادوار الكوميديه تاع الضحك. دي فوا نكون مع صحاباتي حتى نلقى روحي نجسد في دور كنت ديجا اديته من قبل مع حلو ديكاك، تيقولوا لي واش بيك هبلتي، ولا نقول لهم انا كوميك تما غير ما ديروش عليا، ولا نكون هكا راه حابه نشري من عند محل، ولا نهضر معاه بطريقه تاع اون ديغاني نمثل
فريمون زعما ربما يعني من الادوار اللي قدمتيها وشنو هو الدور اللي حسيتيه انه يشبهك يعني هذيك هي انتيا الشخصيه تاعك ربما يعني كوميك باسكو في حياتي يعني نضحك في حياتي مع صحاباتي مع العائله توجور شخصيه هكاك يعني دمك خفيف كما يقولوا بالعاميه فوالا دمك خفيف دونك هذا يعني فوالا الكوميك هو اللي بوكو بلوس ليا بصح الادوار الاخرى مثلت شريره مثلت غيوره مثلت هذوك لا ماشي انت يا ماشي شخصيه ماشي انا انا في الدم الخفيف هي يلا ربما نولوا شويه التجربه الاجتماعيه بما انه قلتي لي انه اول تجربه كانت ليك في التجارب الاجتماعيه داكور لو نحكيوا يعني كيفاش كانت التجربه كيفاش تعاملتي مع الناس كيفاش يعني كانت رده فعل شوفي التجربه الاجتماعيه تكون كوراجوز تكون عندك شجاعه قويه باسكو علاش باسكو انت راكي وحدك في الميدان راهم كاينين لي كاميرا راهم كيما نقولوا مخبيينهم وفريق العمل راه بعيد عليك تما تتبعي يعني الارشادات كيفاش يقولوا لك واش ديري واش ما ديريش دونك وراكي امام الملأ راكي امام مجتمع مفتوح كي شغل لازم تنتظري يعني ردات فعل مختلفه كيما خطره واحده بغات تصوتني خطره واحده بغات تصوتني باسكو لعبت شريره مع العجوزه تاعي دونك دابستها في كنا في سيبر في محلات البيع الملابس وكنت تشاجرت انا وياها وجات وحده بغات تضربني جات وحده عايرتني جات وحده مي فريق العمل زعما قلت لهم بلي ما تدخلوش معليش اذا كاش وحده ضربتني ولا معليش نكملوها ونشوفوا وين راح تلحق دونك شحال من يعني تعرضت للاعتداءات ولكن الحمد لله يعني صح يعني لانه ما تقدريش تعرفي ردة فعل هذاك الانسان راكي تتعاملي معاه ولا لكن شوفوا انه هذا كامل نقولوا انه الشعب الجزائري ما يحبش الحقره ما يحبش يعني هذه نقطه يعني هذا اللي عجبني فيهم انه شحال من مره واحده تتدخل تقول لي علاش كديري لعجوزتك هكذا علاش كديري زعما وشفنا حالات يعني كاين واحد الحاله تاع واحد السيده بكات جات عندي قالت لي علاش كديري لها كيما هكاك وتبكي تبكي تبكي قالت لي انا تاني راه صاري لي كيما هاك وراني في دار العجازه وراني يعني قعدنا نبكوا معاها وفينالمون في الاخر قالت لنا ما تجوزونيش مانيش حابه يشوفوني ولادي ولا باسكو ولادها هما اللي رماوها في دار العجازه وهي ادت يعني قدمتنا رساله مي حنايا كنا نحينا وجهها خليتو يعني برك الرساله هذه يعني بالمناسبه احنا نطلبوا انه يعني الهدايه لهاد الناس يعني اللي خلاو والديهم في دار الاجازه بزاف ولكن الملاحظه اللي نقولها انه الشعب الجزائري مازالوا شعب مازالوا عنده النيه عنده يعني ما يحبش الحقره ما يحبش واحد انسان ضعيف واحد يحقره يعني كنت ومن نجي ندير مشهد يعني من المشاهد تاع الكنه والعجوز تصرا يعني تصرا نتلقى بزاف اعتراضات ومي الحمد لله يعني مازال كاين نبض الحمد لله يا رب ربما يلا نولوا شويه ليك الان وانا راح نهنيك ونقول لك الف مبروك على العمل الاخير تاعك او الفيديو الاخير اللي كان عمل تضامنا مع اطفال غزه اكيد شكرا ليك كان طفلا هو يعني هي قصيده شعريه للشاعره اللي نحييها تحيه خاصه حوريه غلام من ولايه شلف دونك والمخرج محمد الياس الطيب دونك حنا جاتنا الفكره باش درنا هذا العمل هي قصيده مصوره بطريقه الفيديو كليب هذه القصيده تحكي على اطفال غزه باسكو حنايا تاثرنا بزاف واش راه صاري في غزه دونك حبينا نديرو حركه من جهتنا حنايا حركه تضامنيه يعني ما نقدروش نقدموا اكثر من هذا الشيء عبرنا بمشاعرنا باحاسيسنا على واش راه صاري في اطفال غزه وكنا يعني الحمد لله صورنا هذا الفيديو كليب وجاز في تقريبا كل القنوات الجزائريه حتى انه الفيديو كليب جاز في فيستيفال انترناسيونال يعني بالمناسبه كانت ضيفه شرف فلسطين دونك بزاف عجبهم هذا الفيديو كليب خدمناه بالتنسيق مع سفاره فلسطين بالجزائر وتاثروا بزاف وبكوا بزاف والحمد لله يعني احنا ان شاء الله
نزيدوا نقدموا لهم دعم اكثر واكثر وربي ينصرهم، ولكن يعني ما بيد حيله، انا فنانه نحاول اني ندعم بطريقتي الخاصه. اكيد يعني ربي ينصرهم ان شاء الله وربي يخفف عليهم هذا واش نحن يعني نطلبوا. يلا نكملوا معاك ربيعه، لو نوليو شويه لمواقع التواصل الاجتماعي دوك انا نشوفهم كامل نسحبوا المواقع التواصل الاجتماعي ولا السوشيال ميديا ونشوفهم يعني يديروا افلام قصيره ربما في السوشيال ميديا ويديروها. هل انت ثاني من بينهم يعني رحتي لهذا المجال ولا قعدتي برك في السينما والمسرح؟ نو انا قعدت سينما مسرح تلفزيون، ما حبيتش زعما انا مانيش ضد يعني كل واحد عنده موهبه انه يدير فيلم قصير ويحطه في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب ايتو، مي انا ما نقدرش باسكو انا خلاص عندي يعني اصدقائي، عندي فريق عمل، عندي تسمى اي فكره تجيني ولا تجي لفريق العمل الاعضاء تسمى نخدموها ونديروها ونصوروها يعني ونشاركوا بها في المهرجانات. بصح ما عنديش داد يعني اللي حاب يدير يعني يصور فيلم بالموبايل ولا ميم كاين مهرجانات دوليه افلام مصوره عن طريق الموبايل تسمى نورمال. مي انا ما نقدرش نديرها يعني انا يعني في الاحترافيه ما نقدرش ندير اون اغيير. صح، لكن شفنا ايضا كاينو ناس يعني محترفين وراهم في الاحترافيه لكن قرروا انهم يدخلوا المجال السوشيال ميديا، قال لك لانه بالك باش نزيدوا يعني الناس يولوا يعيطوا لنا على الخدمه يدخلوا يديروا فيديوهات خاصه ماشي افلام قصيره، حتى الافلام القصيره يعني فيديوهات مضحكه تضحك. كاين اللي يديروا فوالا وكاين حتى اللي راهم في الافلام القصيره انا من لكن ما يشاركوش بهم في مهرجانات ولا ايه. لا انا كانوا اقترحوا عليا انه ندير هكاك فيديوهات، بعد البارح صاحبتي قالت لي ديري فيديوهات هكاك تاع ضحك وحطيهم سيغ تيك توك سيغ فيسبوك سيغ. لكن ما تشوفيش روحك انت؟ ما عنديش الوقت باش زعما نصور حاجه ولا نكتب حاجه ولا نو ما صح يعني كل واحد واش يحب. لو نقول لك وين تشوفي روحك في الكوميديا ولا في الدراما اكثر؟ والله شوفي ما نكذبش عليك انايا يعني نلقى روحي فيهم كاع والله صراحة. شوفي تعطيني مثلا يعني سيناريوهات كيما نقولوا حنايا دي سكاتش ولا نخدمهم والحمد لله زعما نقدر نوصل الرسالة والناس تضحك ولكن بشرط انه الرسالة توصل، ماشي زعما ما نديرش سكاتشات باش ندير سكاتشات، نو دير سكتشات باش كيما نقولوا حنايا الرساله توصل وتكون هادفه. اكيد الحمد لله انا خدمت مع حرودي كاك دو كل الحلقات كانت هادفه، كل الحلقات نجحت الحمد لله، ما خدمت مع ناس واحد اخرين كذلك كانت كاينه رساله. دراما كذلك يعني نحبها بزاف ونلقى روحي كذلك في الدراما، يعني ما عنديش كيما نقولوا حنا ما عندكش ميول ما عنديش ميول انا يا زعما تعطيني كوميك نخدم الكوميك، تعطيني دراما نخدم دراما وخدمت دراما انا يا يلا. لو نقول لك يعني مدام راكي صريحه معنا ربيعه نقول لك انه هل كاين ناس ربما جرحوك وما قدرتيش تسامحيهم حتى الان؟ بيان سور كاين بزاف ناس جرحوني، كاين سوء تفاهم، ما تقدريش كيما نقولوا حنا ما تعيت تحاولي تفهمي هذاك سوء تفاهم يعني توضحيه ما يفهموش. كاين ناس جرحوني، كاين ناس زعما وكلت عليهم ربي ما نكذبش عليك جرحوني مؤخرا جرحت جرح كبير، ولكن الحمد لله كاين ربي سبحانه. هذه هي الحياه، كامل الناس راها تنجرح وكامل الناس راه فوالا، دونك واحد يوكل ربي وخلاص. وكل ما يزيد الانسان ينجح كل ما يكثروا الاعداء، يعني اعداء النجاح موجودين في كل مكان. ربما يعني هل هما من المجال اللي راكي فيه؟ كاين وكاين لا كاين وكاين ماشي كاع، والانسان ما راحش يكون محبوب 100% من طرف الجميع، يعني هذه حاله نعرفوها. دونك كاين وكاين الانسان، يعني الانسان ما غاديش يكون، كاين اعداء كاين احباء كاين يحبوك كاين ناس اللي تدعمك كاين ناس اللي تحوس تكسرك كاين ناس تاع مصلحه فقط يعني غير يشوف مصلحته برك كاين ناس تاع مصلحه، ولكن واحد لازم يدير الثقه في نفسه اكيد يحاول انه ما يكونش ما يهبطش النيفو، ما يردش على الناس السلبيه توجور يتقبل طاقه ايجابيه توجور ايفيتي الناس اللي تحوس تحطم تحوس تكسرك فوالا، والواحد يدير ثقه في نفسه وينطلق الى الامام وخلاص، يعني ما غاديش اللي يكرهك ما غاديش يدير لك كيما يقولوا حنا في الغرب ما غاديش يبني لك قبر، واللي يبغيك ما غاديش يدير لك قصر. صح الواحد يمشي
وخلاص وبالنجاح والاعمال راح تنتقمي وهذه هي. وانا نشوف انه هاد الناس هما اللي يشجعوك باش تلحقي وين راكي حابه. اكيد والله العظيم بيزار زعما تشوفي ناس هكاك يديروا لك صوالح ماشي ملاح ولا هذه هي ضريبه النجاح. يلا معليش ربي يهديهم ان شاء الله. لو نقول لك الصعوبات اللي واجهتيها يعني ولا العراقيل اللي كانت في مسيرتك المهنيه او الفنيه عفوا. والله عراقيل عراقيل زعما ما نقدرش نحكي عليها بصفه عامه، يعني انا كلش نامن بالمكتوب. والله نامن بالمكتوب. اذا زعما جاني مثلا دور وبعدين ذاك الدور راح لواحد اخرى ولا راح لواحد اخر، ولا انا نامن بالمكتوب. يعني من يعني انا نسعى اذا ربي كما قال لك راه كاتب لي هذيك الخدمه اوكي، ما راش ربي كاتبها لي، ما راش كاتبها لي. وعلاش قلتي يعني هذه النقطه تاع مدو الدور يعني زعما لشخص اخر، هل صرات لك ديجا هذا؟ لا ما صرات ليش. لا صرات لغيري، ولكن زعما انا فقط كمثال يعني هاد الامور بالمكتوب. يعني الرزق على ربي سبحانه وتعالى، الواحد راه يسعى راه يخدم. فوالا زعما انا اؤمن بالمكتوب. فوالا انا نامن بالمكتوب، كل حاجه باسكو على باسكو دي فوا تجيك حاجه تجيك حاجه ومن بعد ديك الحاجه تروح لك وتقعدي تزحفي وتتقلقي وفينالمون ربي ماش كاتبها لك، بالك خير عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خير لكم فوالا. مؤخرا وان انا صديق لي يعني خارج مجال الفني كان متمني حاجه وديك الحاجه ما جاتهش، ربي ما كتبش، صرات لها ديبريسيون وان مسكين كاع يعني مرض مرض. ولكن هذه كاين اللي ما يتحملش. شوفي ربي ما يجي نحي لك حاجه يعني راح يعوضك ما خير منها. اكيد برك الواحد يكون صابور يعني فوالا فوالا الواحد يامن بهذا الصوالح وخلاص. وانا ما نقولش بلي عراقيل، انا راني نمشي في الدنيا راني نخدم عادي وهذه هي وكل شيء بالمكتوب. والله اكيد. يلا انا نقول لك الرساله اللي تقدميها للشباب ولا للناس اللي راهي حابه تدخل مجال السينما او يعني التلفزيون، واش تقدري تنصحيهم ربيعه؟ شوفي النصيحه الاولى اللي نمدها لهم ودائما نقولها لهم لي زامي تاوعي اللي حابين يدخلوا لهذا المجال، يديروا الثقه في رواحهم. ما يقولش باللي زعما فلان وفلانه منا. شوفي ديري الثقه في روحك، اخدمي كما نقولوا حنايا تكون يعني صابري في العمل تاعك، اجتهدي في العمل تاعك توصلي. ونقول لك حاجه ديجا ما راناش كيما بكري، دركا مجالات راه مفتوحه، قادره تيك توك توصلي، قادره بالفيسبوك توصلي، انستغرام توصلي، يعني كل المجالات راها مفتوحه. شفنا ناس كانوا في تيك توك ولاو دركا راهم يمثلوا، شفنا ناس كانوا في اليوتيوب راهم دركا يمثلوا. تلحقي واحد فقط انه يخدم خدمه شابه نقيه وتكون رساله تكون فيها هدف نبيل للمجتمع خلاص ويوصل. أوكي. يوصل يعني الانسان ما يحقرش روحه برك. صح هذا ما كان تمني بنفسك وشغفك لازم. لكن نقول لك واقع المسرح في الوقت الحالي، ربما يعني لو نولوا شويه للور كانوا بزاف كنا نشوفوا عروض مسرحيه بزاف يعني كانوا يتابعوها، لكن دوكا نشوفوا انه نقصت ما ناش نشوفوها يعني دائما. لكن ماشي كيما كانت ربيعة، ماشي كيما كانت جو سي با على باليش، مي زعما تبان لي زعما على حسب لا بيريود. مي رانا نشوفوا لا مؤخرا بداو يافيشو يعني الموسم هذا بداو يافيشو يعني دي كاستينغ. انا شفت دي كاستينغ في ولايات في المسارح الجهويه تاع الولايات، وراه جاي تاني ان شاء الله المهرجان المسرح المحترف ان شاء الله تاني دونك في بداية الموسم الجديد. فيه برك كاين حركة مسرحية برك غير بالك بوتيت خصيف ولا مي احنا مادابينا انهم يكونوا يعني لا كاين ناس تنشط يعني انا مؤخرا كنا خدمنا مسرحية في رمضان يعني في رمضان كنا درنا جولة فنية مسرحية نادية من الإخراج المخرج الأستاذ عبد الهادي صالحي اللي نوجه له تحية خاصة مع فريق العمل الممثلين والممثلات. دونك مسرحية نادية كنا خدمنا في رمضان ودرنا جولة فنية في رمضان، وكانت كاينة حركة كبيرة في رمضان. كنا رحنا للغواط، رحنا للشلف، رحنا لولاية سعيدة، ومازال عندنا يعني جولة فنية في كل ربوع الوطن، تسمى كاينة حركة مسرحية. ولكن
الناس غتحضر، الناس غتوجد. ان شاء الله يا ربي كل التوفيق لك والنجاح ربيع. حنا مع الاسف لحقنا لختام عددنا لنهار اليوم بعدا جسمت معك شفتي خفيفه ظريفه كانت قصره. يلا نخليك في كلمه اخيره للمشاهدين اللي راهم يشوفوا فيك. والله انا الكلمه اخيرا اللي نوجهها يعني ميرسي بوكو على لانفيتاسيون. دونك الكلمه الاخيره انه الانسان يدير ثقه في نفسه ويخدم وكما نقولوا حنا يطور من المواهب تاعو خلاص هذه هي. وان شاء الله تحيه واهداء راكي حابه تقدميه. تحيه واهداء للعائله الكريمه عائلتي بولايه سعيده دونك عائله سحاب فوالا وكل يعني كل الاحباب والاصدقاء ما نقدرش نسيتيهم باسكو يزيدو تما كل الاحباب والاصدقاء. يلا تحيه لكل الناس اللي تحبيهم ويحبوك يا ربيعه. مشاهدينا احنا بهذا نكونوا لحقنا لختام عددنا لنهار اليوم، نتمنى ان يكون نال اعجابكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله في امان الله. سلام.